السلام عليكم ازيكم جميعا عاملين ايه؟ ان شاء الله الفيديو ده هنتكلم عن حاجه كمان يعتبر الالاينمنت بلينز ميتس، يعني ايه؟ ان انا اقدر اعمل ميتس بس بالبلينز، تمام كده؟ مش بالبوينت ولا اللاين ولا السيرفس. يعني هو حتى كانوا بيقولوا كده ايه، يعني الناس بتسال سيرفس وورز يقول لك اسوء ميت ممكن ببوينت. ليه؟ لان ممكن البوينت اشيلها في اي وقت والنود اللي يفضل هو هو، بس البوينت اللي انا احتاجتها عشان اعمل ميت اتشالت. يعني اسوء واحد او الاسوء، يعني اقل منه شويه اللاين، برضه من اللاين اتشال. ثالث واحد الفيس، ده كده ممكن يكون ثالث واحد اسوء، يعني هو كده اكتر واحد وحش هو البوينت، ثاني واحد بعديه اللاين، ثالث واحد هو الفيس. البلين ده افضل واحد، يعني ده احسن واحد تعمل، لان هو ده بيبقى زي فيري فيري سترونج ميت، يعني انت عمرك يعني انبريكبل، انت ما ينفعش تكسره اصلا يعني، تمام كده؟ فتعالوا كده ايه نعمل نعمل تو بارتس دول، عايز اعمل ميتس للحاجتين دول. فانا هاجي هنا مثلا واعمل ميك اسمبلي، اوكي، واعمل اوكي، وبعد كده من الويندو هنا زي ما احنا متعودين نعمل فيرتيكال، اوكي، اخد ده احطه هنا، تمام، واخد ده احطه هنا، تمام، حلو، واقفل، مش هقفله بقى يعني، ممكن نقفل خلاص، مش فاهم، ديكبرت، حلو قوي كده، تمام. هنعمل ايه بقى هنا؟ انا عايز اعمل ميت. طب افضل حاجه تمام نعمل ميت ايه؟ ان انا اعمل ايه؟ ماشي، فانا اجي هنا بكل سهوله بس هعمل فيو للبليدز، تمام، هو كده هيديني بلين ده، بس انا مش عايز، لا ثانية واحدة كده بقى، خليني ارجع هنا، و I think كلهم معمول لهم، شوف يعني انا بظهرت هنا دول، واجي هنا معلش برضه تاني، اتأكد بس ان هم كلهم ايه معمول لهم، حلو كده. فانا عندي كده بلين، يعني انا ظاهرهم، لو انا خفيتهم هنا هيختفوا، لو موجودين هنا هنا، بس اتأكد ان انا اعملهم شو هنا وشو هنا، حلو كده. فانا هاجي اعمل ايه؟ ارفع خالص ان انا هاجي هعمل مثلا، ممكن ده اعمله، يعني ايه ده مثلا هعمل ميت بده مع السيرفس اللي فوق مثلا، مع ده بس، يعني هعمل ده مثلا، اوكي، وهعمل اوكي. اجي بقى هنا الفرونت، تمام، مع ال، وانا اي ثينك عشان خاطر ثانية واحدة معلش، ده عشان ده انا هاجي هنا معلش افتح السوليد ووركس تاني. بص المشكلة في ده ان هو انا بادئ من الكورنر، فانا مش عايز كده، وانا هاجي اعمل انا ايه بقى، معلش انا هاجي هنا وهاجي اشيل ده هنا، ماشي، هحط مثلا اقول والله ان يعني اول displacement هنا هنا مثلا 6، ومن هنا لهنا برضو نقول مثلا برضو من هنا لهنا 6، تمام، من هنا لهنا 10، ومن هنا لهنا 10 برضو، تمام كده، واعمل اوكي، ماشي. وبص كده بقى البلين فين بقى، في النص هنا، فاهمين؟ انا هعمل كده اوكي، واروح تاني للاسمبلي ريلود، فده افضل عشان اعرف ايه اعمل ميت ما بين البلينز بعضها. فانا هاجي بقى الميت، انا اختار فرونت وفرونت، فرونت شايفين كده تحفة ده، بص رايت ورايت، بص انا كده عملت اقوى ميت ممكن تشوفه في حياتك بجد والله، انا كده ميت، بص البلين يعني عايز اقول لك ان هو عايز يقول ده فيري فيري سترونج هيقول كده، تمام، طبعا انا خفت خالص، انا كده عملت ميت، هو كانهم بارت واحد يعتبر كده، عملت اكسترود للفيس ده، اوكي، بس كده. يا رب يكون الفيديو مفيد، وان شاء الله بقى فيديو باذن الله.